الراديو 90-90 هواها مصر. لا لقاء عادي ولا حوار، بس أكيد ممكن تحتار. الليلة 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 عندك، الليلة 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 عندك، التحدي ده علمك شوف، وما تسألش هتيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. الليلة 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 عندك، الليلة 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 عندك، الليلة 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 على 90-90. الليلة 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 مع فادي إبراهيم. مساء الخير مستمع الراديو 90-90، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الليلة عندك. كل يوم خميس من الساعة 4 للساعة 6 بنكون موجودين مع سوبر ستار، مع نجم بيشرفنا على الراديو 90-90، وبكون موجود معاك فادي إبراهيم. النهاردة ضيفنا وضيفكم جوا كواليس كتير قوي، جوا حكاوي كتيرة قوي، ضحكنا كتير جدا، جوا شخصياتنا حاجات كتيرة من اللي عملها. في خطوة مهمة جدا موجودة في الفترة اللي جاية، وهو فيلم جديد من بطولته، فيلم كواليسه أعتقد إن إحنا هنحاول ندخلها معاه برضو النهاردة شوية، وهيكون كلامنا عن فيلم أهل الكهف. وعايزكم ترحبوا معايا جدا جدا بالنجم الكبير إبراهيم نصر اللي منورنا على الراديو 90-90. أولا أهلا بيكم جميعا، وأنا اللي أرحب بيكم، وياريت كنت جيتوا البيت تشرفوني. اسمح لنا كده ان احنا نقرب بجد من شخصية الاستاذ ابراهيم نصر، من حياتك اليومية، من يومك ماشي ازاي لكل حاجة حلوة بتتعمل. ولو ابتدينا من الاخر كده على طول من فيلم اهل الكهف، كل اللي قريب منك في الفترة اللي فاتت عارف ان حضرتك مركز جدا جدا، دور مهم، دور بتقول انه حاجة ومحطة مختلفة جدا في حياة ابراهيم نصر الفنان. ولما يكون فنان كبير بيقول جملة زي دي على فيلم جديد بيعمله، اكيد جواه حاجات كتيرة قوي. ايه اللي حاصل في اهل الكهف؟ على فكرة بالمناسبة الفيلم كله حاجة كويسة قوي قوي، يعني مجموعة شباب هايلين هايلين هايلين، مفيش حد عامل دور نص نص، كلهم عاملين أدوار عبقرية. أما بالنسبة لي أنا كإبراهيم، أنا ما بعملش دور أكرره أبدا في حياتي، يعني ما عملتش الدور اللي في أهل الكهف ده مرة قبل كده، ومش هعمله تاني بعد كده. وطبعا ده ممكن تراقبني هتلقى دي حقيقة. أهل الكهف شدني فيه الحوار، الحدوتة، التركيبة، زائد أنا الأول مرة، أنت شايفني يمكن في التريلر أو في البروموات بتتزاع شكلي راجل بيصلي، زبيبة وجلبية بيضة، وبيقول الله وبيركع، ده إذن راجل طيب وراجل متدين، ينفع يبقى بيبيع بني آدمين؟ ينفع؟ أكيد هيبقى في قصة تانية جوه الفيلم نفسه. ما ينفعش يبقى كده. طالما ما ينفعش يبقى كده، يبقى أنا لازم أعمله، لأنه شدني، لأنه حاجة صعبة، لأنه تركيبة مجرمة جدا. بس مشتاق ان انت تفاجئنا مرة تانية بعد ما فاجئتنا قبل كده في اكس لارج، وكان مفاجأة في وقت مختلف تماما، فصلنا تماما واحنا بنتفرج على فيلم اكس لارج بالذات، انه لا ده مش ابراهيم نصر اللي احنا عارفينه، لا ده الشخصية دي. بتقدر ازاي حضرتك تحضر نفسك انك تدخل جوه كل شخصية؟ على فكرة انت قلت اكس لارج واشكرك طبعا، ففي قبل اكس لارج حاجات كتير، منهم شمس الزناتي و مستر كراتيه كده كده الى اخره. في كل عمل لو انت مسكت الكاركتر اللي بيتلعب هتلقاه مختلف عن التاني، صوت وصورة واداء ولبس واحاسيس ووش. يعني لو خدت صورة من هنا قطعتها كده، انا على فكرة بالمناسبة اسمح لي اشكر الفنانة اسعاد يونس، تحية كبيرة لصحفة السعادة اكيد وتنورنا. يعني جت في الأفانتيتر بتاع البرنامج وعلقت صور على حبل غسيل بمشابك ليا، ومشت الكاميرا يمين من يمين الكادر لآخر شمال الكادر. شوف بقى إبراهيم بيتغير ازاي، ده واحد، ده واحد تاني، ده واحد تالت، ده واحد رابع. هي 30 سقفت
سقفت لجمالها لذكائها لحلاوتها للست اللي بتفهم دي هتنقل منها الى ايه الكاركتر ما يتكررش ما ينفعش يكرر. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليله عند ابراهيم نصر سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليله عندك. لسه مكملين مع النجم ابراهيم نصر على الراديو 9090. لسه مكملين الليله عند ابراهيم نصر. هو ده الهاشتاج بتاعنا. لو حابين تسالوا اي سؤال، حابين تكونوا بتشاركوا، بتعلقوا على كل اللي انتوا بتسمعوه. لو دخلنا جوه فقره اسمها انت مين، تعال نعرف مع بعض كده واحنا كمستمعين وكمتابعين لابراهيم نصر نقرب منك اكتر واكتر ونعرف تركيبه الشخصيه دي اللي بتطلع كل شخصيه لوحدها. اكيد جواك فن، جواك حاجات كتيره قوي قوي هي السبب ان في الاخر قدام الكاميرا بيبقى فيه تحول تاني عشان يطلع في الاخر شخصية ليها تاريخ وليها احساس وليها مشاعر وليها حتى ريحتها الخاصة بيها. انت مين؟ فكرة انت مين معروف كده عن الاستاذ ابراهيم نصر ان هو من شبرا، معروف عن اهالي شبرا ان هم زي السمك لو طلعوا بره المنطقة بيتوحشهم. ايه اللي جواك تكون جوه المنطقة دي؟ ايه اللي جوه شخصيتك اللي تكون من منطقة طفولتك ومنطقة نشأتك؟ هو كل ابراهيم نصر شبرا، لان انا اتربيت في شبرا لغايه ما جيت هنا وسط البلد. انا بقالي في وسط البلد قول مثلا 25 سنه يعني خلاص. لكن اللي جابني المباني العاليه دي لان انا عشت ايام المرحوم والدي في حاجات كده متشابهه شوي. لا هي لان كانت فيلا، فكانت بس مش عايز اقول الفيلا ثم ان انا استخد انطباع باني انا راجل بقى برجوازي و عندي فلوس. لا ما بقصدش كده خالص، هي الحظ او الظرف اتحط والدي فيه ان جات له ازافة صدرية. فالدكتور بديع جرجس قال له لو قعدت في البيوت الوطية دي والحق دي هتموت. فكان لظرف صحي ليه علاقة بالوالد انه يقعد في مكان كبير شوي. فروحنا بقى المكان ده ومكان كبير وكمان اشتراه وقعد لانه قادر يعمل كده. موافق. اخر مره نزلت اتمشيت كده في شارع شبرا؟ لا مفيش تمشيه. مفيش تمشيه بالعربيه حتى؟ لا عربيه. عربيه كل شهر كده لازم، يعني معتاد انت تعمل القصه دي. توحشني يعني توحشني. طيب لو افترضنا ان هيكون في جار للفنان ابراهيم نصر من الفنانين، سواء فنان موجود حاليا او فنان رحل عننا، مين اللي تحابب انه كل يوم كده يخبط على الباب؟ اللي احبه يجي يخبط عليا ويشوفني واشوفه الفنان الراحل العبقري الذي لا يتكرر، الذي قول بقى 100,000 الذي و100,000 مليون اللي ما يحصلش واللي ما حصلش واللي ازاي ده حصل. احمد زكي. تحب ان هو ده يكون جارك او تتمنى انه يبقى دايما علاقه مستمره ما بينكم؟ معروف ان كنتوا اصدقاء جدا ومقربين. ايوه بس يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب على الراجل ده اللي هو ماشي بيشر فن كده. يعني ممكن يعمل ايديه كده لو لميت من الارض، اللي عمل ايديه كده فاضية لو لميت من الارض هتلم فن. فنان وحساس وذوق وحب الناس وشخصية عكس اللي بيحكوه احيانا الكذابين، يقولك اناني، يقولك مادي، يقولك اللي كان ياخد الفلوس من المنتج ده قدامي هنا فلوس وهنا فلوس وهنا فلوس وهو نازل على السلم يقابل الناس. اي حد يقول له بيه بتاع يروح عامل كده مديله باكو. الباكو ده ممكن يكون فيه 1,000, 2,000 أو 10، ما تعرفش فيه ايه. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليله عند ابراهيم نصر سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليله عندك. التحدي ده على المكشوف وما تسألش تيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل.
لسه مكملين مع النجم ابراهيم نصر على الراديو 90 90، لسه مكملين الليله عند ابراهيم نصر. هو ده الهاشتاج بتاعنا، لو حابين تسالوا اي سؤال، حابين تكونوا بتشاركوا بتعلقوا على كل اللي انتوا بتسمعوه، فاحنا مكملين معاكم على الراديو 90 90. كنا بنحكي يا استاذ ابراهيم على قصه مهمه مع النجم احمد زكي. كان احمد زكي عمل الله يرحمه فيلم اسمه انا لا اكذب ولكني اتجمل. الفيلم ده اخد فيه جايزه، فقلت له انت هتروح تستلم الجايزه بتاع بلاش النهارده نتقابل؟ انا قال لي لا بص، كنا بنقعد في حته جنب باب نادي الزمالك، الحته دي محل كده بتاع مأكولات وكده اسمه الحطيبي. فالراجل ده لانه بيحبني وبيحب احمد جاب ترابيزه خاصه حطها لنا تحت شجره كده بقت دي بتاعتنا، نجيب بقى المأكولات نطلب اي حاجه يعملوها لنا مخصوص ونشرب اي حاجه كده يعني عادي يعني جو لذيذ يعني. وفجاه لقيته جاي بتاكس، لان العربيه بتاعته كانت بتستنكر، لقيته جاي بتاكس وقال لي ابراهيم الجايزه اهي، مطلع ايده من الشباك بالجايزه. قلت له مبروك مبروك، انزل بقى انزل بقى انزل انزل انت هتعلل انزل يا احمد بقى. راح نازل من التاكسي وحاسب الراجل ونسي الجايزه عند التاكسي. فالتاكسي بعد ما مشي خطوتين قال له يا استاذ جايزه يا استاذ. قال اه. فحد من الجرسونات جري خدها وحطيناها، بقى الهوا طيرها كده طيرها كده، مفيش عدم اهتمام خلاص هو خدها، فمش مهتم بقى اذا كانت الجايزه تطير من هنا لهنا ولا من هنا لهنا، مش ميتها اكتر في متعته هو بالتمثيل اكتر وبالفن بالظبط، اتبسط وخلاص ومش عايز حاجه. فروحنا جايبين حاجه زي طفايه زي طوبه زي بتاع وحطيناها عليها وقعدنا نتكلم، قول لي بقى ايه الاخبار وايه البتاع وحاجات. انا عايز اكل، انا جعان، ده هو اللي بيطلب يعني، هو انا اللي اجيب يعني، هو مش واجب يدفع، ده منطق الاعلى، لسه واخد جايزه فممكن نحتفل برضه. اه لا انا 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 اللي قاعد يعني، انا لا انا هو جاي عليا بالظبط. فالمهم ان ذات محمد حماده ولد لذيذ كده، حماده عايزين بقى ايه ليه الفاظ كده هم فاهمينها لكن ما تفهمش منها ايه اكل، انت حضرتك ليك طريقه في الكلام كده مفردات معينه محدش يعرفها غيرك. فالناس دول حافظني، فقلت لهم اللوبي بي دياب ولولوش انتي لازم لولوبولو، قال لي خلاص وحاجه تانية من ال كده، فحافظ وقال لي خلاص قدك. احمد عادي والله لا 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 عامل لغه في الاكل، لغه انا ما فهمتش، انا كل يوم تروح جايين دلوقتي هو بقى طربيه تك 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 تك، انا فرحان في جايب له حاجات وبتاع، الله كبده الله مش عارف الله كده. احمد يحب بسيط وقلبان وحنين وانسان الله يرحمه، قاعد ياكل وبايديه بقى ما عندوش شوكه وسكينه الكلام اللي بنقوله، بيحب يكون على راحته يعني. كان بيجي لي ماشي بالليل في المطره ولابس بلطو كده اي كلام ما يهموش، الباب لما شافه تحت من اول مره قال ايه ده اهو بيت حنا عدود، عايز يقول اسمه ما قالش اسمه، قال الراجل تقريبا اتوفى تحت اتخض اتخض ما هو مش مصدق. المهم احنا بنقعد نضحك وبنهزر وبتاع، فجم مجموعه كلاب مثلا مش اقل من 20، ده الحق بتاع ربنا، حوالين الترابيزه. اه الصوت الضعيف فيها ده اللي هو بيقول لك ها اضحك تعدي ولا تتاكل اه حاجه آه. وبتاع. فبصينا لقينا حد خارج من المطعم من الولاد اللي بيحبونا ومعاه عصايه وبيضربهم عشان يمشوهم. فاحمد قال له انت بتمشيهم ليه؟ احنا قلنا لك مشيهم. وبعدين بتضرب كلب غلبان مفيش يعني بايده حاجه يعني، جعان فبيهوى، جعان فلما بتديله حاجه بياكلها، بتمسك عصايه تضرب، اطلب له كيلو بعد اذنك، طلب فعلا وقتها. ايوه ايوه طلب للكلاب كيلو كباب وقال له فوط وشوك وملحات وسلطات للكلاب، مجموعه الكلاب. انا ما شفتش طبعا جنان كده لكن استحسنت الفكره، الفكره حلوه، تعامل بانسانيه مع الحيوانات. اه لا هو حتى عاملها اوفر لكن هي حلوه. فادي احمد زكي
ادي علاقته بالناس، ادي علاقته بالحيوان. خلصنا القعدة يعني باختصار، عايز اوريك بقى انا هدفع. القعدة دي كلها كانت في حدود مثلا قول 200 جنيه من اول الليل لغاية اخر يوم. احمد يزقني ويقول لي والمصحف ما انت دافع مالي. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليلة عند ابراهيم نصر، سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليلة عندك. التحدي ده علمك شوف وما تسألش هتيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. الليلة 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 على 99. الليلة الليلة مع فادي إبراهيم. لسه مكملين مع النجم إبراهيم نصر على الراديو 9090، ولسه مكملين الليلة عند إبراهيم نصر. هو ده الهاشتاج بتاعنا، لو حابين تسألوا أي سؤال، حابين تكونوا بتشاركوا بتعلقوا على كل اللي انتوا بتسمعوه، فاحنا مكملين معاكم على الراديو 9090. بس اكيد طالما موجود معانا استاذ ابراهيم نصر فلازم ندخل على الكاميرا الخفيه. نقف دلوقتي قدام الكاميرا الخفيه ونشوف اول حاجه اتعملت في الكاميرا الخفيه كانت عامله ازاي، الفكره لو فاكر من بدايتها ايه اللي حصل. ما بتيجي تتفرج النهارده عليها مره تانية لسه بتضحك، لسه بتتفاجئ، لسه بتلاقي ايه ده، بتتفرج ان انت اللي عامل ده ولا بتتفرج ان انت مشاهد؟ حاجات كتير قوي عند الكاميرا الخفيه لازم نعرفها منك. البدايه كانت غريبه قوي. انا رايح التلفزيون، على باب التلفزيون في واحد بيحط جورنال جرايد، باخد جورنال اتنين مجلة في اليوم. بقى ده انا واقف اتفرج على المجلات، لسه خدت العملت فبتفرج عادي كده. فرحت قايل ايه اديني المجلة دي، بصيت كده جنبي لقيت محمد عبد المنعم غالي رئيس القناة التانية، الراجل الابيضاني ده ابو نضارة اللي كان ماسك الافلام. قال له فيش مره تجيني يا راجل، بقالي 10 سنين اقول لك تعالني، وهو بقى المكتب تخش تمشي تلقى المكتب في الوش كده، ده اول ضوء. فقلت له هجي لك. قال لا بس تعالني بقى المره دي القناه الثانيه، لان انا مسكت القناه الثانيه من اسبوع. قلت له مبروك خلاص، تعالالي الاهميه، تعالالي الاهميه. قلت له حاضر. طلعت الدور التاسع جبت مش عارف ايه ونزلت، وانا نازل افتكرت انت محمد عبد المنعم غالي. قال لي بفتح الباب لقيت الناس متشعلقه على سلالم وناس على البتاع وبيدهنوا. فقلت له الف الف مبروك وعقبال جواز العيال، حلو قوي الدهانات، البامبا يبقى احلى لو مش الابيض. وقعد يضحك معايا والعمال من فوق، استاذ احنا نحبك وبتاع، ربنا يخليكوا. قعدنا قهوه. تعمل لي ايه بقى؟ انا الان يا ابراهيم انت متقلقش، قول لي. قال لي تعمل لنا ايه؟ قلت له انا هقول لك على حاجه بس انت هتروح على فهتسد نفسي فهمشي، هتطلبني مش هجيلك. قال لا بس قول بقى، ما تبقاش باقي يا قول 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 ما قول بس ايه ليه احنا قاعدين بنتناقش قول بس. قلت له هعمل الكاميرا الخفيه. قال ايه؟ ما هو قلت له شفت، هتقول عندي في المكتبه 4000 شريط كاميرا خفيه اللي هي الاجنبيه. كان وقتها بيتذاع الحاجات اللي من بره الاجنبيه. الاجنبيه ايه بقى؟ طول عمري وانا بتفرج وانا في البيت عندي هتفرج الاكشن ورياكشن وضحك وخلاص، ومش شبهنا، مش طعمنا، مش طعمنا. اكشن ورياكشن دي بتاعت ناس فاهمين الضحك غلط، مش هو ده الضحك. انا طول عمري اقول ايه يا لو اعمل كاميرا خفية هعملها حدوتة دراما، بداية ووسط اللي هي العقدة ونهاية، فيلم صغير منه ضحكة. المشهد مع الناس مع الاتنين اللي قابلهم الاولين دول هيتعمل في دقيقتين ونص بعد المونتاج. بس يا اختي تضحك لما هو ما عليك، هو ده اللي انا عايز اعمله. فلقيته قلت له مش هعمل غير كده، عندك بقى المانيا، عندك انجلترا، عندك افلام اكشن ورياكشن اللي هي بتاعت حد يحط ايده في قفص يروح حد يطلع ايده ومسك مسك ايده ويروح الناس الاجانب بقى. قلت له هو ده ده يضحك المصري؟ بقول ده ينفع؟ يلا يا عم سلام. انت بتسال ثانيه؟ لا مش كده كمان، عارف التليفون التليفون القديم اللي بيلف ده.
المهم فردت عليه واحدة، ايوه يا محمد خلاص. فقال يا فندم انا عندي الفنان ابراهيم نصر، والحقيقة قالت له التخين المبقلز المجنون. اي 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 وهو عايز يعمل كاميرا خفية وطالب مني عربية وبتاع. قالت له اديله عربية واديله كل الامكانيات وينزل يصور الكاميرا الخفية. يلا باي باي يا محمد. مين دي بقى؟ سهير الأتربي رئيس مبنى التلفزيون. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليلة عند ابراهيم نصر، سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليلة عندك. التحدي ده على المكشوف، وما تسألش هتيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. لسه مكملين مع النجم ابراهيم نصر على الراديو 9090. لسه مكملين الليله عند ابراهيم نصر. فحضرتك تفتكر اول حاجه يعني نزلت بالعربيه وبالكاميرا، اول حاجه تفتكر الحلقه دي؟ نزلت عشان اعمل الفقره كالمطره. انزل الفقره، الفقره ايه؟ ان انا بنام قدام محلات. فجاه انت الدنيا بتمطر هتنام. هنام. ده حصل فعلا، حصل. كان ساعتها بمكياج ولا بشخصيتك العاديه؟ بيتي وبس شنب وبتاع عشان اغير شكلي، ما انا الناس مش عارفيني قوي، لكن انا في الوقت ده ممثل. يعني لو دقق قوي يقول ده ابراهيم نصر، او ده ابراهيم، او ده الجدع التخين اللي بيمثل، او ده الجدع اللي في التلفزيون. فكان وقتها مهم يبقى في مكياج، في تغيير شويه في الشخصيه عشان الخدعه تكمل، وباين مش باين، وطاقيه مقطعه مش عارف ايه، كوفيه ملمومه هنا، بحيث ان انا شكلي مش باين. انا عملت الكاميرا الخفيه 17 سنه، 17 سنة تاريخ وفي حاجات جواها كتير قوي. ومفيش حلقة شبه التانية، ومفيش فقرة شبه التانية، ومفيش فكرة شبه التانية. ومن أول ما تزعل الكاميرا الخفية كانت في رمضان، يعني أول حاجات رمضان، خلاص بقى كل رمضان لمدة 17 سنة تقريبا أساس إن الكاميرا الخفية. شوف الكارثة بقى، مخرج عزيز وصديق ممكن تكلمه على فكرة، اسمه رائد لبيب، ده اشتغل معايا فيما بعد. قال لي انا بعمل مسلسل كوميدي اتخرب بيتنا بسببك. قلت له ايه؟ قال لي الكاميرا الخفيه احنا خدنا معاد هايل. قلت له ايه؟ قال لي 7 و10. احنا برضو الكاميرا الخفيه كانت 7 و10، فننزل قدامه فما تشافش المسلسل بتاعه اتشاف انا. قال لي محدش شاف لي حلقة يا إبراهيم. شوف كمان الأمانة، شوف رائد محترم إزاي، بفرحة برضه يعني، هو شغله اضطر بس هو مبسوط، هو مش كارهني، لكن هو بيقولي تصور مفيش يا إبراهيم يوم حد قال لي شفنا لك حلقة. منافسة وحضرتك كسبتها يعني. ما عملتش منافسة، أنا مش قاصد ده، أنا بيزعلي وأنا قاعد أتفرج. إليك الآتي، بعد أسبوع البرنامج مش معروف، القناة مش معروفة انها بتنزل اعلانات، فراح جه عليها اعلانات. الاستاذ محمد بن غالي عامل ايه بقى؟ قال لي الدنيا باظت عندي، الدنيا اتدهولت، البرامج مش عارفين نستفها. كان برنامج 6 و10 اتنقل بقى 6 و3، وبعد يومين خدت من التوقيت الخريطة نفسها وقتها. قال لي كلهم قاعدين سهرانين عشان نعمل خريطة جديدة. قال لي انت خربت بيتنا خلاص، مع اني انا بدخله كل يوم كذا 1000 جنيه اعلانات، صح؟ المهم دي اول سنة كاميرا خفية. هي لحد دلوقتي كمان يعني استخدام السوشيال ميديا بالناس بتشير الحلقات الاولانية، بتشير ولسه بتكتب عن الكاميرا الخفية. انا بتكلم على الواقع بتاع اول سنة. حصل لكم ايه في البيوت؟ الناس راحوا عاملين قاعدين، اي حد كنت تتكلمه على التليفون هو بتاعك ده يقول لك الو انا مش عارف، تقول له بعد الكاميرا الخفيه يلا ماي باي، بس انت قاعد عشان تتفرج الكاميرا الخفيه، وبعد الكاميرا الخفيه تنزل. الشارع المصري ده بالظبط زي كانه ماتش كوره يعني، سوري تقدير الكبير الاهلي وتقدير الكبير الزمالك، بيلعبوا مثلا ماتش خطير. مش ده نجاح يخوف يعني؟ وقتها اكيد كنت
قلقان قلق محدش يقدر يوصل له. انا مرعوب، انا بقعد اعمل حاجات عشوائيه في البيت والبيت كله يقول لي في ايه، بس انت كويس، ما الدنيا حلوه، اقول لهم لا كان في غلطه، لا كان في شغل. حضرتك كنت بتتابع كمان، تتفرج على نفسك وتشوف انه الغلطات والحاجات دي. طب لو من اول سنه الكاميرا الخفيه، لو روحنا لاخر سنه في الكاميرا الخفيه، تفتكر ايه بقى عن اخر سنه اتعملت؟ ولو عرفنا السبب كمان، هي ليه حضرتك قررت ان دلوقتي هقف، ليه مش هكرر؟ اخر سنه كانت عاليه جدا لدرجه انها كانت تبقى شبه اول سنه، تصور كانها لسه محافظ على الشكل والنجاح والقصه والضحك كمان اللي بيجي منها. الناس قاعدين والمعاد قاعدين والقهوه، يا راجل كنت واقف في البلكونه في الشباك او في البلكونه ومد ظهري بتفرج على التلفزيون من جوه كده، فروح عملت حاجه لذيذه يعني مثلا، فالقهاوي دي كلها تعمل عارف الجون الجون جه، تخيل الخطيب مثلا بعظمته دخل جون، يا نهار اسود للدرجه دي كده. فضل ده لغايه اخر سنه النجاح. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليله عند ابراهيم نصر، سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليله عندك، التحدي ده على المكشوف، وما تسالش تيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. مع الفنان ابراهيم نصر نروح لفقره اسمها كمل سؤالك. السؤال هيبقى ناقص كلمه وهنحاول نكمله وبعد كده نحط علامه استفهام ونجاوب عليه. يلا بينا، يلا كمل سؤالك. نقط اعتبره هو افضل ادواري على الاطلاق. لا مش عارف ليه سبب، يعني لو قلت شمس الزناتي ده دور ما يكررش، لو مستر كاراتيه ما يكررش، لو انا شايف ان احنا نحط كل الاعمال بصراحه دي اجابه، ده انا يعني ده اكيد. طيب زكية زكريا ما عملتش ايرادات كبيره في السينما بسبب نقط، بسبب ان نزلت في توقيت مش مظبوط. انا مش بدعي ان احنا يعني مفيش اخطاء عندنا، لا في اخطاء، بس نزلت في توقيت مش مظبوط بعد اذاعه 33 يوم كاميرا خفيه. فهل ينفع ان حضرتك تفضل تاكل بسبوسة 33 يوم ولما تيجي تحلي تاكل بسبوسة برضو؟ الوقت ما كانش مناسب خالص. اخر مسلسل شفته وعجبني هو نقط. الطوفان. نقط هو العمل الوحيد اللي ندمت ان اشتركت فيه. لا ما اقدرش اقوله، هو فيه بس ما صعب. نقط هو اقرب صديق لابراهيم نصر. تاني. نقط هو ده أقرب صديق لإبراهيم نصر. الله يرحمه أحمد زكي. حاليا المؤلف أحمد عوض. نقط هو أفضل ممثل كوميدي بيضحكني دلوقتي. لا برضو حرام كده، أنت تظلم ناس كتير، يعني لو قلت هنيدي وسكت هبقى ظلمت أحمد حلمي مثلا، لو قلت أحمد حلمي يبقى أنا ظلمت هنيدي، لو قلت يعني برضو الواحد محمد سعد مثلا ود 10 على 10. انا مستخسر بالمناسبه محمد سعد لانه كوميديان هايل جدا، ولكن او ممثل قوي جدا، لكن اتزحلق، يعني انا شايف انه اتزحلق مثلا. وافقت على مسلسل فوق السحاب بسبب نقط. المخرج 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 وبعدها الممثل الممثل الممثل. المخرج رؤوف عبد العزيز والممثل هاني سلامة. مش علشان هاني نجم ولا رؤوف مخرج عبقري ولا كده، لان مش هتلقى جمال رؤوف كمعاملة وكراجل بيعرف يتحاور معاك، ولا هتلقى راجل في طيبة وذوق وتربية هاني سلامة. السنة اللي فاتت اعتذرت عن مسلسل ارض جو عشان نقط، عشان حظ حلو.
لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليله عند ابراهيم نصر، سواء على تويتر او كمان ممكن تكون متابعنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك الراديو 9090. لسه مكملين الليله عندك. التحدي ده على المكشوف، وما تسالش هتيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. لسه مكملين مع النجم ابراهيم نصر على الراديو 9090. لسه مكملين الليله عند ابراهيم نصر. طيب هنسيب الارض ونطلع نركب الطياره دلوقتي، هنسافر مع الفنان ابراهيم نصر. مش على الارض. لو سيبنا ورحنا لمش على الارض، بحضرتك بتحب السفر؟ ما بتحب الطيارات ولا بتخاف من الطيارات؟ لا لا ما بخافش من الطيارات، بسافر. ليك مواقف مختلفه جوه الطياره يعني، اكيد سافرت بلاد كتيره جدا. ولو قررنا ان احنا نسافر دلوقتي، هنركب الطياره مع بعض، نسافر على فين؟ جوه مصر بره مصر زي ما تحب. انا على فكره بالمناسبه اكاد اكون مثلا سافرت كل بلاد العالم ما عدا اليابان الصين. اخر حاجه انا سافرت امريكا، بس انا من رايي يعني انصح لو انت صاحبي يعني ما تسافرش امريكا. طب لو احنا هنقرر نسافر دلوقتي، تختار بلد حتى من البلاد اللي حضرتك رحتها، نختار ايه؟ 11 مره اليونان، هتبقى المره ال 12. بحب اليونان جدا. هتفرجنا على ايه هناك؟ تحكي لنا عليه واحنا ماشيين في الشوارع هناك معاك. في كل خطوه بتمشيها جمال وطعامه ولذاذه، وعلى اليمين اكل وعلى الشمال شرب، وفي الشارع نظافه والناس وشوشها تفرح، والفقر غنى والغنى مش باين، واللي باين كل الحب للناس. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي كده؟ عندهم اكله معينه بتحب تروح تاكلها هناك باعتبار ان الاكل هنا والاكل هنا؟ يعني البيتزا هناك بيعملوها حلوه قوي، الحاجات اللي فيها الاسماك. هي البيتزا اصلا يوناني على فكره، مش ايطالي. مش ايطالي لا، بيعملوها حلوه قوي. وفي بقى الحاجات بقى اللي هي زي الحاجات الحلوه والحاجات اللي كده. انا اروح اليونان ازيد في الشهر 10 كيلو او كده وارجع، بزيد يعني. ايه الحاجه اللي بتنساها دايما وانت بتحضر الشنطه وتقول يعني خلاص بقى، انا كل مره بتسافر خلاص بقى اتعودت انك يحصل ده؟ كل حاجه. ايه كل حاجه تنساها دايما قبل ما تسافر، تنسى ان انت تاخدها معاك دايما، بيحصل كده ولا بتبقى مرتب دايما ان عارف مسافر فالترتيبات والشنط والحاجات دي بتبقى متظبطه؟ لا ببقى مرتب كل حاجه، بس انا ممكن انسى حاجه 90% من الناس بياخدوها، مرايه. اقول اعمل بيها ايه المرايه؟ هنلاقيها هناك سهلا. لا حتى لو ما لقيتهاش مش مهم يعني حبه الشعر الاكرد ده والوش ده لو طصيته بحبه ميه وعملت ايدي كده على دماغي خلصنا يعني، او خارج من الحمام من غير ما اهتم قوي بالمرايه ولا انا تقريبا في حياتي ما بصيتش على المرايه 10 مرات، ما الا في التصوير. لو انا بصور وبعمل كاركتر هقوم اقعد واشوف ايه وليه وكده، والمكياج عشان تدخل الشخصيه اللي احنا في الاخر نشوف. ده دي المرايه بالنسبه لي، ما انساهاش ابدا طبعا، مرايه في التصوير. بس اعتقد كل الشخصيات اللي حضرتك بتعملها سواء في الكاميرا الخفيه سواء في الافلام بتاخد مجهود دايما في الميك اب والتجهيز، تفتكر شخصيه بتاخد وقت قد ايه؟ يعني شخصيه بتاخد ساعات مثلا عشان تجهز ان في الاخر تقف تصور مشهد؟ يا زكية زكريا كنت بقعد اعمل ماسك في الاخر لما خلاص بقى الناس عرفتني. يعني انا عملت 9 سنين 10 9 سنين 10 11 لا هي 9 10 سنين وثلاثة كاميرا خفية، بس اللي صورته كاميرا خفية صورت 3 سنين في سنة. ليه؟ مش في سؤال يتسأل؟ كان ايه السبب وقتها؟ عشان لو اتزعت اول سنة خلاص الناس تعرف، لو نزلت اصور بعد كده يا ابو خليل ها ما انا عارفينك خلاص. وده كان ممكن الناس تسأل طب ما خلاص ما عارفينه، لكن انت حضرتك كنت مصوره كل في سنة واحدة عشان ما يحصلش الموقف ده. ما يقولون خلاص ما انا صورت 96 حلقة في سنة. سؤال اعتقد لازم يتسأل الفنان ابراهيم نصر، برامج المقالب دلوقتي اللي بتحصل بتشوفها ازاي؟ بتتابعها ازاي؟ كل اللي عملوا كاميرا خفية اولا انا بشكرهم لانهم
كتر خيرهم بيحاولوا انهم يضحكونا وبيحاولوا انهم يقدموا حاجة لطيفة وبنقعد نتفرج. نعم اهو يعني انا قعدت مثلا مش هقول مين اول حلقة للاخر ولكن قمت شوية ايه رأيك يا ابو خليل وبتاع كان معايا ضيوف يعني قلت لهم يعني حاجات ناس بتحب الحاجات وتوهت ان انا اقول رأيي. تاني مرة من نص القعدة قمت. ليه بقى؟ لان في قانون مفيش ضحك بالدم وبالعياط وسوري انا اسف للسادة المشاهدين اللي يكون حد بياكل حد بيشرب واحد بيرجع على رجلين واحد قاعد في طيارة والتاني بيعمل كذا والتالت بيعمل حاجات قذرة حاجات تخليك تقرف من حياتك. فين الضحك بقى؟ عايز اعرف فين؟ ما انا عايز اضحك اهو. ده ما شجعش حضرتك انك طب اكون موجود اكون موجود بفكرة جديدة اكون موجود بحاجة تانية بجزء جديد للكلام الخفية او اقول من خلال شغلي من خلال فكرتي ان انا ممكن يحصل ده. جه راجل منتج عربي واحد مصري مشاركين بعض جابوا شنط من الشنط اللي هي كانوا بيعرضوا لحضرتك انك تكون موجود في موسم جديد للكاميرا الخفيه. بس الشنطه اللي زي دي نص المكتب وراحوا فاتحينها دولارات. قالوا ايه ده؟ قالوا الاخ اللي هو بيكلم مش مصري شويه قال والله يا استاذ ابراهيم ده عربون لحضرتك عشان هنعمل مع بعض الكاميرا الخفيه. قلت له اولا شيل فلوس لان انا كده ممكن اكون شكلي مهرب. نمره اتنين لازم يكون في علم بالماده دي جات لي ازاي والفلوس دي دخلت ازاي وانت جايبها لي ليه. وبعدين قلت له والله عشان نعمل كاميرا خفيه. فين العقد اللي انت كاتب فيه الارقام دي؟ كل ده ممكن يسجنني ويسجنك. قلت لهم باختصار انا اتمنى طبعا اعمل ده. قال لي معلش يعني هو المبلغ بدايه ده عربون ده عربون 5 مليون وفي تلت العمل 5 وفي اخر العمل 5 مليون دولار يعني خش بقى عدهم لي كده وقلبهم مصري وشوفهم. قال احنا بندفع ده احنا عشان عارفين ان انت قد ايه غالي وقد ايه قوي وما هتكلفنا لا الطيارات اللي بتقع وبتطير ولا الحاجات اللي في المية يعني تستطيع تضحكنا واحنا جالسين. هو فاهم ان المصاريف دي كانت فوق 10 مليون دولار مثلا. فقال لك طب اديهم لابراهيم بس يعمل لنا حاجات زي اللي كان بيعملها على البتاع. قلت له اولا الارقام دي فلكية جدا ولدرجة اني انا مستغربها واشكرك اولا على المحبة دي وعلى تقديرك ليا وده بيتك طبعا وانا اخوك والاخ حسام ده اخويا برضو احنا كلنا مصريين وعرب مصريين زي بعض. لكن انا توقفت نهائي. قال يا نهار اسود والله يا شيخ ما تقول. قلت له والله توقفت نهائي. رفضت وقتها ما حبيتش ان تبقى فيه عين. انا اصل الفلوس عندي انا بتترجم لشقق العربية لموبايل لسندويتش لسرير بس. لسه مكملين حلقتنا مع النجم ابراهيم نصر. الهاشتاج بتاعنا الليلة عند ابراهيم نصر. لسه مكملين الليلة عندك. التحدي ده عالمكشوف وما تسألش هتيجي تشوف واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل. قبل ما حلقتنا تخلص اكيد عايز ادخل تاني عند اهل الكهف ونعرف كده اهل الكهف كمشاهد هتفاجئ في الاحداث هتفاجئ بشخصية الفنان ابراهيم نصر جوه. حضرتك قلت لنا في اول الحلقة انه موضوع من اوله لاخره هيبقى اول مرة كمشاهدين نشوف القصة دي تقريبا. بالظبط اول مرة هتشوف الكاركتر اللي انا بعمله ده واول مرة تعيش شخصية بالطريقة دي واول مرة هتلقى نفسك واقع من الكرسي جوه فيلم على الشاشة مع ابراهيم.
مش هتقدر. حضرتك بتراهن ان الفيلم ده مختلف في كل تفاصيله في كل حاجه؟ راجل يا راجل، هو في فيلم بالحلاوه دي ولا بالجوده دي ولا دور صعب جدا. انا ما عملتش تربي في حياتي، فبعمل تربي بكل تفاصيل التربي. دور هيخليك تحتار في ايه اللي بعديه؟ لا ما احترتش، اخترت رؤوف. كمسلسل كسينما؟ لا لسه تعرض علي حاجتين سينما. فلا مسلسل مع اخويا وحبيبي هنادي، بس للاسف ظروف المسلسل ده مع ده ما ركبوش، لسبب لان رؤوف يعني عامل معايا عقد ما يصلحش ان انا اعمل حاجتين يعني. خلاص اخيرا مع الفنان ابراهيم نصر، وسؤال في ممنوع الدخول. ممنوع الدخول هو جزء شوية مختلف للسؤال، وهو انه اتعرض على حضرتك انك تطلع في برامج من برامج اللي هي المقالب او الكاميرا الخفية كضيف مقابل رقم مادي كبير جدا وبالدولار، وحضرتك رفضت. لا اكتشفت ده، بس ما كانش الا دولار ولا حاجة، واكتشفت هنا في مصر. وبعد ما رحت السواق معايا وركب العربية وطلعنا على سلالم كده محطوط عليها سجادة قذرة جدا، من السجادة حسيت ان ده مقلب، في حاجة غلط. لا فعل الناس قذرة، يعني تقلك انتك شيكو بتاع بداية الطلوع الناس قذرة طوالي. فاول ما عدت كده فبيقولوا يلا، عشان بيقولوا يدي ولا حد يقول لي ادوب. قلت لهم انتوا جايين لنا، انتوا جايين تعملوا معايا انا اللي عملته 17 سنه في الشارع ده. انتوا خايبين خيبه، ده انتوا لو حطيتوا الفلوس اللي مش معاكم اللي مع كل في الفيلم والشركه والناس اللي عندكم مش تملى عيني ولا تملى جزمتي. يلا بدل ما هم اضرب فيكم، رحت واخد بعضني وماشي. كنت هيبقى ادبي بس قلت اكبر كلمه بدل ما اضرب فيكم. فنان ابراهيم نصر نورتنا، الكلام معاك ما بيخلص، الكلام مش يعني الحلقه مش مكفيه نتكلم على ايه ولا ايه ولا ايه. نورتنا وشرف كبير ليا ان انا عملت مع حضرتك الحوار، ودايما كل الجديد، وفي انتظار اهل الكهف، وفي انتظار كل خطوه جديده كده تكون بتفاجئنا تنجح فيها. فوق السحاب كمان، فوق السحاب في انتظاره اكيد في رمضان اللي جاي ان شاء الله باذن الله. هو انا عمري في حياتي ما اسنيت او شكرت مذيع. الحقيقه انت مذيع جيد، مش جيد، ممتاز جدا، وملم بكل مفردات الشخصيه اللي انت بتكلمها، وده من النادر جدا. بس شهاده كبيره جدا جدا. بشكر حضرتك جدا مره تانية الفنان الكبير ابراهيم نصر، نورت الراديو 90 90. مستمعين هتقابلونا يوم الخميس اللي جاي من الساعه 4 للساعه 6، والليله عندك مع فادي ابراهيم اكيد على الراديو 90 90. المكشوف وما تسألش هتيجي تشوف، واخش في كل التفاصيل ومحدش يزعل لما يشيل.